الرحمن الرحيم. بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة ممثلي قناة أسفي الآن، أشكرهم على هذه المبادرة الطيبة والحسنة والتي تهدف إلى التعريف بما يقع بمدينة أسفي وتتبع الأخبار بمدينة أسفي. إذن شكرا جزيلا للإخوة. فيما يتعلق بالجمعية التي أمثلها كرئيس، هي جمعية متقاعدي أسرة التعليم بإقليم إفران. هذه الجمعية التي تعتمد في أنشطتها على مجموعة من الأنشطة، من بينها الجانب ديال الرحلات وتشجيع السياحة على المستوى الوطني داخليا. إذن تأتي هذه المبادرة بعد الانفراج الذي بدأنا نلاحظه في بلادنا بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. إذن تأتي، قلت، هذه الرحلة التي انطلقنا من مدينة أزرو يوم 1/6، وهو التاريخ الذي صرحت فيه الحكومة برفع تخفيف من رفع الحجر على البلاد، تشجيعا للسياحة الداخلية وتشجيعا لمجموعة من القطاعات الأخرى. إذن ساكنة أسفي ما لاحظناه منذ دخولنا إلى هذه المدينة هو أن السلطات المحلية تشجع السياحة الداخلية وتعمل على إرشاد الزوار الذين يزورون هذه المدينة الجميلة والمعروفة على المستوى الدولي ليس الوطني. إذن مرة أخرى أشكر ساكنة مدينة أسفي وأهنئهم على هذه المدينة الجميلة وعلى حسن سلوك ساكنتها. شكرا لقناة أسفي الآن. باش توصلوا بجديد سافي ناو، ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.